الحالة اللي هنشوفها دي دايما بقول الحالات النادرة في المتاعب الصحية اللي هي الناس فيها بتبقى في حالة جحيم. ليه؟ يعني الأمراض اللي علاجها واضح حتى لو كانت يعني مزمنة، وحتى لو كانت من الأمراض المستعصية الصعبة جدا، لكن أهو لها علاج والناس بتبقى عارفة تعمل إيه. لكن المشكلة في الحالات النادرة جدا، الحالات المجهولة اللي الناس حتى بتبقى مش عارفة تتعامل ايه. لما تشوفوا الفتاة دي من متحدي الإعاقة و38 سنة ولكنها لا تستطيع أن تعيش إلا على لبن الأطفال، تخيلوا. طبعا الأب بينفق يعني أموالا طائلة، يعني توصل ل 7000 جنيه على انه يجيب لها لبن الاطفال، لان هي حاله نادره جدا. يعني كيف يمكن ان نساعدها؟ كيف يمكن ان نمد اليها ايادي العون، سواء اطباء، سواء فاعلي خير، سواء مؤسسات دوله، سواء جمعيات انسانيه او خيريه. يعني هذه الفتاه تنتظر الى الايادي التي يمكن ان تمتد اليها لتساعدها. عندها شلل رباعي والمخ متخلف تخليف على السيف، لا تعرف ام ولا اب ولا غير طعم اللبن وشكل البزاز. ايمان تبلغ من العمر 38 عاما، لكنها في الحقيقه رضيعه، لا تتغذى الا على لبن الاطفال، والذي يكلف أهلها البسطاء 7000 جنيه شهرياً. عمرها ما شربت مية ولا كانت حاجة، مالهاش زور، خرم في الزور، ما ينزلش غير اللبن. رحت القسم الطبي قالوا إحنا حالة البت لا تستدعي بعلاج من أولوية وخطرة، أروح فين؟ دي بتكم هنجيب الناس نروح نشحت بيها، نقول للناس اديني نجيب علبتين لبن في اليوم، والعلبه 400 جرام، واروح فين انا؟ اللبن موجود دلوقتي؟ موجود في كل حته ب 137. مش طالبين فلوس من حد، احنا طالبين اللبن، ان البت لو ما خدتش لبن وعيطت الساعة تبص تلاقي الدموع تنزل، لما نجربوها على المستشفيات بنزيف ارتجاح من المخ والنزيف. طب انا هعمل ايه؟